الرحيم، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع درس جديد بعنوان الأسلوب اللغوي. أولا النداء، نداء ما أوله ال. من الأساليب في لغتنا العربية النداء، وهو طلب الإقبال من المخاطب أو تنبيهه، وأشهر حروفه حروف النداء يا. وعندما يكون المنادى في أوله ال مثل كلمة الناس، يجب استخدام أي بعد حرف النداء يا، ولا تصح بعدها مناداته مباشرة. نقول يا أيها الناس، يا أيها الناس. ما الفرق بين يا أيها الذين آمنوا ويا مريم اقنتي لربك؟ الفرق أنه في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا المنادى في أوله ال، فكانت أي موجودة بعد حرف النداء يا. أما في الآية الثانية المنادى ليس في أوله ال، فأتى بعد حرف النداء يا مباشرة. أنسخ على منوالي: يا أيها الطالب، يا أيها الطلاب اجتنبوا إضاعة الوقت. نقول يا أيها الطالب اجتنب الإهمال، يا أيتها البنت اجتنبي كلام اللغو، يا أيتها الطالبات اجتنبنا النميمة. الأسلوب اللغوي. ثانيا اسم التفضيل. من الأساليب في لغتنا العربية اسم التفضيل، وهو اسم يدل على أن شخصين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، مثال علي أطول من سعيد. نملأ الفراغ باسم تفضيل مناسب: خير قليل مستمر أفضل من خير كثير منقطع. أحسنت. انتهت نورة أولا من الواجب، فهي نقاط من بقية زميلاتها. نقول أمهر، المسجد أقرب إلى البيت من المدرسة. ما الفرق بين أرتب الكلمات الآتية لأكون جملا مفيدة تشتمل على أسلوب التفضيل: الصمت أفضل من الكلام بلا فائدة. القراءة أنفع من العبث في الهاتف. ماذا أفعل إذا اختصم صديقان من أصدقائي؟ أجيب فيما لا يقل عن سطرين، أصلح بينهما فأحثهما على المسامحة وعلى تذكر كل جميل بينهما ونسيان كل إساءة حصلت من أحدهما، وأذكرهما بثواب العفو والإحسان. ماذا أفعل إذا سمعت شخصا يغتاب آخر؟ أنصحه بعدم فعل ذلك وأنهاه عن الغيبة والنميمة كما ذكر في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ورد في النص مجموعة من الأوامر والنواهي أصوغها بأسلوب جميل. في الآيات أمر بالإصلاح بين الإخوان وتقوى الله، وفيها نهي عن السخرية من الآخرين وعن العيب على الآخرين وعن إطلاق الألقاب المكروهة، وفيها أمر باجتناب كثير من الظن ونهي عن التجسس والغيبة.